هنا راهم 8000 هكذا، راهم 8000 هذا كنا حولهم هذو هكذا نوزنوهم هايديك 2000 فرنك. 30 دينار إلى 40 دينار في الكيلوغرام الواحد من القرنون أو البسباس هي زيادات يتحملها المستهلك الجزائري، حيث تفرض عليه من طرف الفلاح والتاجر بشراء زوائد الخضر والفواكه بطريقة غير شرعية، وهو السلوك الذي امتعض منه الجزائريون. ضرتنا يوزنها ومن بعد ينحيها ويديها في الصاجي وتخلصها، المسؤولية بالك من الجنان. هذاك الفال اللي نحيها يدير متر قرنون ينحي يدير لك النص ما تبدر الشيفلور كيف كيف الخرشف كيف كيف يعني كل حاجه بزاف ولا غير بزاف صرتو مسكين اللي ما عندش حليل ضرتني هذا ومبرك ضرتني 100000 ما دينا والو. من جهه اخرى حمل التجار المسؤوليه للفلاح الذي يقوم بجنين محصوله ويقوم بترك الزوائد بحجم كبير. يجي الشاري يقول لك نحيهم لي، يدي مثلا 6 حبات 7 حبات توزنهم له، مثلا يجوا 22000 ولا شحال توزن له هذا وحدهم، توزن له هذا وحدهم يوزنوا قريب 9000 8000. اتحاد الفلاحين الجزائريين ارجع السبب الى الظروف التي يعاني منها الفلاح. هذا الظاهره اللي تتكلم عليها عندها عامين ما كانتش تنطرح لانه الاسعار كانت جد ميسوره. اليوم راهي تنطرح لانه المواطن انغبن من الجيب تاعو، انغبن راهي الناس ما يستخدم، الناس راهي في البطاله. على هذا الاساس اليوم الناس من حقها تحسب لك كبيره ولا صغيره، ولكن انا نتكلم على القطاع، على الفئه اللي انتمي لها، راهي توجد المنتوج للاسواق. قضيه ضبط التجاره ليست من مهام قطاع الفلاحه. جمعيه حمايه المستهلك تحمل المسؤوليه الى مصالح الرقابيه. تاجر الجمله من المفروض انه لما يجي الفلاح بهذه الزوائد يرفض، تكون عنده مسؤولية أخلاقية. المسؤول الآخر هو أيضا تاجر التجزئة، ولكن أحيانا ما عندوش يعني خيار لأنه هذا ما يوجد في السوق. المسؤول الأخير في هذه السلسلة هم المراقبون والذين عليهم فقط أن يقوموا باحترام أو بتطبيق المراسيم التنفيذية المنظمة لهذا الأمر. ويبقى المستهلك الضحية رقم واحد في ظل جشح التجار والفلاح وغياب مصالح الرقابة للحد من ظاهرة الاحتيال التي تمارس علنا وفي وضح النهار.